اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا في هذا الجزء من الحلقه. مواقع التواصل الاجتماعي تظهر على الشاشه تباع محمد السويلم وبدر الغانم هم ضيفا الحلقه. نؤكد بانه على من يرغب في الاتحاد التعليق او الرد على ما ذكره الاستاذ بدر الغانم رئيس تحرير صحيفه النادي الذي ذكر بانه الانتخابات في نادي الاتحاد كانت غير نزيهة وهي التي أوصلت اللواء محمد بن داخل لسدة رئاسة النادي، وذكر بأنه لديه معلومات موثقة وتحقق من مدى صدقيتها. في الجانب الآخر فيكتور سيموس المهاجم الأهلاوي الهداف حتى هذه اللحظة تحدث لمراسلنا في جدة عبد الله الراشد وسأله عبد الله عن سبب ابتعاده عن التهديف في الفترة الأخيرة. نتابع ماذا قال فيكتور سيموس. فيكتور يعني ظهر في الفترة الأخيرة أنه فيكتور اعتنق الدين الإسلامي، أيضا منذ فترة فيكتور يتميز عن بقية اللاعبين أنه يحترم الديانة الإسلامية كبشرية كإخوان يعني. فبالنسبة الله يعني كيحب التقارب بين الناس والأخوة، فهذا اللي كيخليه هو مميز يعني كيحب الخير للغير. فيكتور غامل عن التهديف فترة، رغم ذلك التحفيز من الجماهير الأهلاوية لفيكتور لأنه أفرحها كثيرا في مباريات سابقة. أوكي. ما الذي يقوله فيكتور عن هذه النقطة؟ يعني كمهاجم زي ما صرح من قبل يعني كأي مهاجم مني كيغيب على التهديف ما كيكون ساعي، خاصة يعني صارت مدة ما سجلت، فإن شاء الله التهديف حيرجع يعني مع المباريات، وأهم شيء يعني تقدم الفارق في النقاط، لأن الحين ما هو وقت يعني تضيع النقاط، أهم شيء بالنسبة لفيكتور، والتهديف حيجي لحاله يعني لو نشوفه يعني هو مش زي ميسي يعني هو فيكتور يعني هو على حسب الظروف تختلف، فكي واحد الجمهور ان شاء الله حيكون الاهداف في المستقبل ان شاء الله. برغادو برغادو جنادو. راح احسن شيء في المراسلين برنامج كوره انهم يتكلموا اللغات، محمد وعبد الله اللي يتكلم انجليزي واللي يتكلم فرنسي يتكلم ما شاء الله اكثر من لغه. فيكتور سيموس يقول انا مش ميسي، أنا أسجل أهداف بس أنا مو ميسي، ما راح أسجل في كل مباراة. والله شوف فيكتور أثبت وجوده حقيقة، رغم أنه سبق أنه صرحت أنا قبل حوالي الموسم الماضي أنه ليس باللاعب اللي يبحث عنه الأهلي، ولكن أعتقد أنه وجد فيكتور سيموس ضالته في عماد الحسني اللي أنا أعتقد أنه عنصر مهم جدا في وجود فيكتور كهداف هذا الموسم. غيابه من ناحية التهديفية أنا أعتقد لسبب فني قد يكون مقنع. من خلال الدور الثاني كان هناك تحفظ عند أغلب الفرق، وأيضا حضور الأهلاويين من ناحية تهديفية وأيضا نتائجية من خلال تحقيق الفوز في مباراة كثيرة وأصبح كمنافس على الحصول على بطولة الدوري، أعتقد أعطت الفرق ثقافة بالتواجد بشكل دفاعي أمام هذا الفريق، فبالتالي إغلاق المساحات والاعتماد دائما بتواجد كوماتشو اللي فعلا دائما ما يوجد لهم حلول هو تيسير الجاسم. هذه أعتقد نقطة مهمة جدا. كما ذكرت في السابق عند الأهلاويين ليس المهم من يسجل ولكن الأهم من يفوز الأهلي، ما أعتقد هذه الثقافة موجودة عندهم هي ما أوجدتهم الآن في هذا المستوى هالمرحلة. بدر ليش الموضوع هذا صار يطلع كثير حول فيكتور سيموس في الأيام الأخيرة؟ هل هو فعلا اللاعب يعني نزل مستوى أم محاولة للضغط على اللاعب إعلاميا أنه فيكتور مو قاعد يسجل؟ هنا فيكتور من اللعيبة اللي تقدر تسميه مخلص يعني ينهي لك هجمة، يعني هو إمكانياته المهارية والفنية طبعا لا يمكن أن تقارنه بميسي، هو يعرف حجمه. وفيكتور حقيقة لاعب خلوق ومتواضع خلاف الصورة اللي تشوفها في الملعب، أحيانا جنونية نوعا ما، في داخله إنسان طيب جدا، وأعتقد أنه هو من المهاجمين اللي وفق الأهلي فيهم يعني إلى درجة كبيرة. لكن أنا في رأيي أنه يعني هو ربما متكامل الآن في الأدوار التي يقوم بها مع عماد الحوسني، لكن ربما لا يكون المهاجم الذي يراهن عليه الأهلي في تحقيق بطولة، ربما يحتاج الأهلي لاعب أكثر مثلا أكبر قدرات من فيكتور سيموس. ليش هذا الكلام بدأ يظهر في الفترة الأخيرة؟ يعني ما كان أحد يسمع مثل هالحكي في الفترة الماضية اللي كان فيها فيكتور سيموس هداف، يعني غاب كم مباراة وبدأت الآن الأحاديث عماد الحوسني هو السبب، فيكتور سيموس ما هو اللاعب اللي يجيب للأهلي بطولة، ما سمعنا هالكلام بداية الموسم.
هو ما هو ما ما يصنع لنفسه الفرصه، هو يخلص فرص. انت تبحث عن لاعب يصنع لنفسه فرصه، تاتي عند ميسي، ميسي ياخذ الكره من الدفاع الى الهجوم، ما عنده مشكله. راس حربه شو المطلوب منه يعني؟ يصنع ويسجل بدر، يخلص منطقه ال 18. لا انا بقول لك هو راس حربه تقليدي يعني. انت ناصر الشمراني ما تطلب منه اكثر من انه يسجل الاهداف، لكن فيكتور اكثر نجاحا من ناصر انا اعتبر يعني، اذا جيت بالمقارنه. بدليل انه هداف، لا زال هداف الدوري حتى الان. محمد، انا اعتقد انه القوه البدنيه الموجوده عند فيكتور يعني كان لها دور كبير جدا، اضافه الى انه يملك الحس التهديفي. انا اعتقد هذه نقطتين يتميز فيها فيكتور واوجد نفسه من خلالها. الغياب كما ذكرت في السابق هو الكثافه العدديه في منطقة المناورة، وتحديدا من الناحية الدفاعية هي من أغلق على هذه الجهة، فتناوب على تسجيل الأهداف للفريق الأهلاوي وإخراجه فائز هو اللاعبين اللي هو تيسير جاسم وكوماتشي، وأعتقد وفقوا بشكل كبير جدا. وكما ذكرت في السابق أنه ثقافة الأهلاويين اختلفت، وخاصة عند هذا الرباعي ليس المهم من يسجل، ولكن الأهم أن يفوز الأهلي.